مرحبا بكم، مرحبا بجماهير القناة الثانية، مرحبا بأحسن جمهور حاضر معنا اليوم. واش كل شيء بخير؟ مرحبا بكم كاملين. واليوم في سهرة خاصة غتكون ضيفة ديالها هي الأغنية المغربية. دائما ما نتكلم عن الزمن الجميل، وحنا كنوعدكم بأنه على القناة الثانية الزمن الجميل سيستمر وسيكون أبدي مع سهرتنا. الأغنية المغربية اللي هي رمز من رموز الثقافة الوطنية اللي عندنا، واليوم اخترناكم باقة من المرود الفواحة قطفناها من مراحل متعددة في حياة هذه الأغنية. وغادي نبداو بواحد السيدة اللي لها فضل كبير على الأغنية الشعبية وكذلك الأغنية المغربية، لأنها أول وحدة مزجات الشعبي مع جوق عصري. كنظن بأنكم عرفتوا شكون هما، كنطلب منكم أنكم تصفقوا بشكل كبير وبحرارة. الله يحفظك يا هلا على الحاجة الحمداوية. Thank you.
كان هذا أجمل افتتاح يمكن يهديه لكم في السهرة المخصصة لتكريم الأغنية المغربية الحجة الحمدوية وما لا يعرفها، حافظات على تألقها لمدة اللي هي أكثر من نصف قرن، وكنتمناو لها إن شاء الله حد موفق وباقى غادي ترجع معنا هذه الليلة إن شاء الله. وبما أن هذه الساعة جميلة ما يمكن لها تكون إلا ساعة سعيدة، وحنا غنأكدوا هذا المعطى لأنه يعني معنا فنان كبير وكتحبوه جميع، السي محمود الإدريسي.
حبيبي عيني 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 سعيدة حبيبي حبيبي سعيدة حبيبي حبيبي سعيدة يا حبيبي أملأ ملأ محباك الآن وفي رجلي بالعطشان أطول مكان والفرحة تهني البال حبيبي عيني عيني يا حبيبي أملأ ملأ محباك إنسان وسقي لكلي من عطشان أطول مكان والفرحة تهني البال حبيبي عيني 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 سعيدة ودني دني 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 ودني دني ودني يا سلام يا سلام على جمال الأغنية ساعة سعيدة وساعة سديدة إن شاء الله تاهي لازم تغنى في الأعراس المغربية دائما في الأول لأن الناس كيتفائلوا بها سي محمود كنعرفوا بأنه كانت عندك تجارب كثيرة في التلحين وكانوا أولى الخطوات ديالك في الخليج العربي مع أجواق اللي هي معروفة وكانت لعبات مع سيدة الطرب السيدة أم كلثوم كوكب الشرق ولكن ساعة سعيدة كانت هي أول تجربة احترافية ديالك في المغرب سنة 1984 إلا ما خانتنيش الذاكرة بغيناك تكلمنا على هاد الخطوة الجديدة اللي كنتي قمتي بها. وحقيقة بحكم العشرة ديالي مع واحد المجموعة ديال الملحنين كبار أمثال السي عبد القادر الراشدي الله يرحمه وامثال السي محمد بن عبد السلام الله يشافيه وامثال كذلك السي احمد البيضاوي والسي عبد السلام عامر رحمهم الله جميعا ومجموعه من الملحنين اللي ما غادي يمكنليش نذكر الاسماء كلها يعني تعلمت منهم اشياء كثيره جدا وهذو كيتسموا هما الشيوخ ديالي في الميدان الفني في التلحين يعني اكتسبت واحد الخبره والحمد لله وعملت التجارب ولقيت نفسي على انني يمكن لي نشتغل. وعلى حسب ما قال لي السي عبد السلام الخلوفي هو المؤرخ عندنا ديال الموسيقى المغربيه بان هذه الاغنيه تزاد في القطار المتوجه الى وجده وكنت مع المرحوم مصطفى بغداد وهذو هما الذكريات اللي كيقول عليهم السي الجميله فتح الله المغاري محال انساك البال اغنيه من كلمات سي فتح الله المغاري ومن الحان المرحوم عبد القادر الراشدي غنستمعوها حالا بصوت الفنان الكبير محمود الادريسي. Thank you.
سمك يتمحى صميم القلب في صميم القلب وكيفاش يمكن أطويها سبحان بعى من ذاتي من ذاتي من سموجة بخيوط الحب بخيوط الحب ودموع لوفة ترويها فاجي عليا الوال وتحلى الدنيا بيها ويلا 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 ويتها نتألم ويلا ويتها نتألم وعيش تاني المحال والعيرة نرجع بيها كل ما كان مثلك صورة
أعيش بها من أجلك. وخت غيب سنة وسنين سنة وسنين رخيالك ديما في البل. وخت غيب سنة وسنين سنة وسنين رخيالك ديما في البل. هضر حرمني ومن خيالك هذا محل هذا محل هذا محل هذا محل هذا محل محل وزين سك البال وزين سك البال زينتا وقلب يا الويلي ويلي وقلب يا الويلي مازال مازال ما فقدت الامل ما فقدت الامل مازال ما فقدت الامل ومازال ما طويت الصفحة. شكرا للفنان محمود الإدريسي اللي تا هو محاري ينساه البال وبقي راجع معنا. وغادي نستقبلوا بعض اللحظات فنانه اللي عندها نفس الاسم العائلي، غادي تعرفوا شكون هي، وكنظن بان المغاربه كاملين كيعرفوها ومفتخرين بها. هي من الفنانات القليلات اللي تمكننا من اداء اغاني كوكب الشرق ام كلثوم بشكل رائع على مستوى العالم العربي. وهي اختارت في الاول انها تكرم عبقري من عباقرة الأغنية المغربية بأداء أغنية الثلث الخالي من كلمات حسن المفتي والحان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. إيه.